يعني بالنسبه لعصبه الابطال انه يختاروا واحد الشباب اللي يكونوا درمي تاريخ جامعه المسيحيين العربيين، وهذا هو الهدف ديالنا. هذه فرصه باش تحضر معنا باش ان شاء الله ان ولما لا ان يكون عندهم واحد المنح يعني بالنسبه لهذه الجمعيه. ورئيس جماعه الساحل كنديروا واحد اتصال مع وهذا يعني اولا والاخوان، وهذا هو الهدف ديالنا. وشكرا عمداء الفرق هما اللي قدروا معنا ان شاء الله بالنسبه لهذا الشباب هذو. سي محمد حماني تفضل ان شاء الله على 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 مستوى عمداء الفرق هما اللي قدروا. وهذا يعني اولا صاحب تاخذ العيد بسعوديهم اخويا العيب سعودي بشيء سالي وظيفة استضفوا ابراهيم قلوش رئيس جمعية نماء للتضامن والتضامن بضباط بغداد بإقليم بجامعة طيسان الجنوبية إقليم العلاش اللي كتنظم الدوري الأول النسخة الأولى بدوار بغداد. يعني شنو يمكن تقولنا على هاد كيف جاكم الفكرة تاع هذا وشنو باغيين بهذا الدوري هذا الأهداف ديالو؟ السلام عليكم، معكم ابراهيم.